سلام الله عليكم جماعة وبارك على الجميع. موضوع حلقتنا اليوم حيكون عن تأهيل المرضى المصابين بمرض الرعاش أو الباركنسون، هذا المرض العصبي اللي بيكون بروجريسيف، يعني بيتطور مع الأيام وبعطي أعراض كتير، حنحكي عنها بالتفاصيل وحنحكي عن العلاج والتأهيل. العلاج والتأهيل معناته انه اعادة الاعراض هذه لوضعها الطبيعي، تخفيف منها، جعل المريض يتعايش مع الموضوع بشكل علاجات بيتية بسيطة بحيث انه يتأقلم مع الموضوع ويعيش حياته بمستوى عالي من الصحة والعافية. أو إذا أنتم أول مرة بتشوفوني، أنا اسمي محمود صوص، أنا بالأساس دكتوراه، يعني بروفيسور في الجامعة تدريس للمواد الطبية، هذا من ناحية أكاديمية. من ناحية مهنية أنا أخصائي تأهيل علاجي طبي فيزيائي للحالات المستعصية اللي هي من بينها الحالات العصبية. الحكي موجه لناس امراض، ناس عندهم مشاكل دماغية، هدول الناس في عندهم مشكلة في الاستيعاب، في عندهم مشكلة في سرعة الفهم، في عندهم مشكلة في الحديث. فاللي بده شيء مختصر ينتظر، نعطي حركة تانية بشكل مختصر، بس بدكم تصبروا علي، اتبعوني للنهاية، معلومات كتيرة فما تضلكم تقولوا لي اختصر اختصر. اذا انا لو بتعامل مع طلاب او دكاتره بختصر لانه نفهم على بعض، بس الناس العاديين واللي هو المحاضره موجهه لإلهم بدهم بالتفاصيل، لانهم يعني ناس بعايشوا المشاكل هذه وبدهم يفهموا بالضبط اللي يتم عمليه التطبيق والاستفاده من هذا الكلام اللي بدنا نحكيه. ندخل في الموضوع. مرض الباركنسونز أو مرض الرعاش هو مرض عصبي. مرض عصبي يعني يصاب فيه خلايا الدماغ، عندنا 100 مليار خلية في الدماغ، وهاي الخلايا للتواصل مع بعضها بحاجة لمواصلات عصبية. السيروتونين موصل عصبي، الدوبامين موصل عصبي، وفي مواصلات تانية، بس الأساس في المشكلة هذه إنه وجود خلل في إفراز وفي التوصيلات العصبية من مادة تسمى الدوبامين، اللي هو الخلية العصبية مش هتوصل الإشارة